طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصر وليدي، أنت طالبت بحقوق البصر، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي لفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. كشف استطلاع أجرته مؤسسة زغبي الأمريكية للأبحاث والدراسات بأن العراق احتل المرتبة 4 في قائمة الدول العربية التي يعاني أفرادها من القلق والإحباط، بعد أن شكك المشاركون في الاستطلاع بنزاهة السياسيين. المؤسسة الأمريكية قالت بأن القضاء على الفساد والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق الشخصية احتلت المراتب العليا في قائمة أولويات الأفراد، بينما حلت الديمقراطية في أدنى الطموحات. لفت الاستطلاع إلى أن نحو 60% من العراقيين يرون بأن بلادهم تمر بمسار خاطئ، وبأن أوضاعهم تسوء يوما بعد آخر. أعرب نحو 80% عن عدم ثقتهم بمؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. هذه دراسة لهذا هذه المؤسسة الأمريكية، مؤسسة زغبي الأمريكية للأبحاث والدراسات. طبعا هناك إحصائية، اليوم عندنا أكثر من إحصائية حول معدلات الفقر والبطالة في العراق. وزارة التخطيط في العراق قالت في تقرير جديد لها بأن 31% من الأسر في العراق وضعها الاقتصادي سيء خلال العام الحالي. أظهر التقرير الصادر من وزارة التخطيط بأن حالة الفقر في العراق خلال العام 2018 أظهر بأن 13% فقط من الأسر في العراق تعيش وضعا جيدا، فيما يعيش 56% من الأسر وضعا اعتياديا، ووضع 31% من الأسر العراقية وضعها سيء. وفقا لهذا البيان أو التقرير الصادر عن وزارة التخطيط في العراق، فإن الوضع الاقتصادي لمعيشة الأسر خلال السنتين القادمتين لن يتغير، أو على الأقل سيكون غامضا. هذه وزارة التخطيط في العراق، وزارة حكومية. الجهاز المركزي في العراق كذلك كشف في إحصائية جديدة لتقويم الفقر لعام 2018 عن أن ما يزيد عن 45% من المواطنين بأنهم ينفقون أقل من 200 دولار شهريا، أقل من 200 دولار شهريا، يعني تقريبا نصف سكان العراق. أوضح الجهاز المركزي بأن 27% من الأفراد ينفقون أقل من 300,000 دينار شهريا، يعني مقارب إلى 200 دولار في الإحصائية السابقة لوزارة التخطيط، بينما 13% من الأفراد ينفقون أقل من 500,000 دينار شهريا، يعني تقريبا 400 دولار. أشار إلى أن متوسط حجم الأسر في العراق يبلغ 6 أفراد، وانخفضت القدرة الشرائية لدى معظم العراقيين في السنوات الأخيرة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن زيادة نسبة البطالة. بالنسبة لديالة، هناك كذلك حديث عن محافظة ديالة حول هذه النسب. النائب عن محافظة ديالة أحمد الشيخ مظهر أكد وجود أكثر من 60,000 خريج عاطل عن العمل
في المحافظة، أكثر من 60,000 خريج عاطل عن العمل في هذه المحافظة. أضاف النائب أحمد مظهر بأن الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة ديالى قليلة جدا، إذ لا يمكنها استيعاب أكثر من 5% من الخريجين. أشار إلى أن التوجه للقطاع الخاص والاستثمار يمثل حلا لمشكلة البطالة. يعني 5% فقط من الخريجين سنويا في محافظة ديالى يحصلون على تعيين، و 95% لا يحصلون على وظائف. معنا اتصال أبو طاها من ديالى. تفضل أبو طاها. من بغداد عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا حيا. حياك الله أبو طاها. نعم أبو طاها، حوالي نصف العراقيين ينفقون أقل من 200 دولار شهريا، هذا بحسب الجهاز المركزي في العراق. نعم. ونسب أخرى تحدثنا عنها، مثل نسبة وزارة التخطيط، قالت بأن 31% من الأسر في العراق وضعها الاقتصادي سيء خلال العام الحالي، بينما يعني كانت هناك 56% من الأسر وضعها اعتيادي. والله أستاذ عمر، نعم، يعني هاي النسبة، يعني أنا أقول النسب المتدنية أكثر من هاي. نعم. الإحصائية أكثر، زين. وبالنسبة للمظاهرين لمحافظة البصرة، نعم، إسرائيل نفسها ما تسوي بالفلسطينيين هيك. نعم. نفس إسرائيل ما تسوي هيك بالمتظاهرين الفلسطينيين اللي هم يهود. بالنسبة للإسرائيليين هم يهود. نعم. ما يسوون بالإسلام هيك مثل ما سوت الحكومة العراقية بالمتظاهرين. نعم. زين. وثلاث أرباع الشعب، إذا مو أكثر من ثلاث أرباع الشعب، هو عايش تحت خط الفقر. تحت خط الفقر هو عايش. زين، هاي الأموال وهالنفط هذا لمن دا يروح؟ بديوب مال جيوب الفاسدين. نعم. يعني أبسط مثال، إحنا عندنا شارع بمنطقتنا، شارع يعني السيارة ما تمشي به. قدمنا طلب، زين، الطلب وصل للمسؤول، قال والله اموال ما عندنا، جمعوا من المنطقه ونبلغ لكم الشارع، والشارع الطول ماله 100 متر. نعم. يعني الدوله ما عندها بلغ شارع 100 متر. اي، المواطن صار يصرف على الحكومه. يعني يريدون احنا نجمع، وثلاث ارباع الطرف عايش على راتب الرعايه الاجتماعيه. نعم. اللي هو كل شهرين 340,000. زين، هو يعطيها للتبليط، لو يعطيها لأطفاله. يعني فد وضعية خسارة بكل دول العالم. هاي المتظاهرين هسه بمحافظة البصرة، اخواننا المتظاهرين، هم قاعد يطلبون سيارات، يطلبون بيوت، يطلبون عمارات، يطلبون أبسط حقوقهم هي الخدمات، الماء، الكهرباء، الوظائف. وأنا المتحدث معك، عندي ابني خريج قاعد في البيت وساكت. نعم. زين، يعني صار لشقد خريج أبو طاها؟ صار لكم سنة؟ صار له هاي السنة الرابعة. خريج من يا كلية؟ هاي السنة خريج كلية الاقتصاد. نعم، إدارة واقتصاد. زين، إدارة واقتصاد. نعم. وما خلينا دائرة، ما خلينا شرطة، ما خلينا جيش، ما ذبينا فايل بي. واحد يقول أريد دفتر، واحد يقول أريد 60 ورقة، واحد يقول أريد كذا. يعني من الوضعية أريد نفتهم إحنا، شنو هاي الحكومة اللي جتنا وطلعون بالتلفزيون وقبل الانتخابات المجرب هاي جرب، وعادونا نحبس الوجوه الكالحة حشا استامع. نعم. شنو هالوضعية هاي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الصليب الأحمر الدولي؟
اللي يشوفون حل هالشعب هذا، هذا شعب انتهى، راح الشعب انتهى. يعني مصير له كل شارع إلا بحالة واحدة، انتفاضة الشعب كله من الشمال للجنوب للوسط للغرب، يقوم انتفاضة واحدة على هاي الحكومة ويخلعها من مكانها. يلا ذاك الوقت يصير لنا حل، ولا نبقى على هالوضعية هاي كل حل ما يصير لنا. أستاذ عمر، نعم، يعني إذا أريد نقول سنة 2018 شوية بها خدمات 2% أو 5%، يعني السنة الجاية يعني خدمات 1% ماكو. نعم، 1% ماكو خدمات، والرواتب هاي الرواتب متقاعدين 400 و500 رواتبهم، والبرلمانيين يطوهم 3 ملايين بالشهر. نعم، بدل إيجار. أكو برلماني بالعراق قاعد إيجار. نعم، وين لقوا هاي السالفة؟ الله يعين أبو طه. الله يعين أبو طه من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. يعني ننوه بأن خدمة الواتساب فقط عليها إرسال رسائل نصية، أما الاتصال فيكون مباشرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نروح إلى محافظة المثنى. مجلس محافظة المثنى في إحصائية رسمية قال فيها بأن نسبة البطالة في المحافظة ارتفعت إلى 15% لقلة التعيينات الحكومية وانعدامها خلال العامين الماضيين. عضو المجلس طالب الميالي قال بأن نسب البطالة في المثنى مخيفة، ما دفع شباب المحافظة إلى الهجرة داخليا وخارجيا، فضلا عن تسبب البطالة بارتفاع نسب الجريمة والانتحار والإدمان على المخدرات. عزى الميالي ارتفاع البطالة في المحافظة إلى افتقارها للمشاريع الاستثمارية وتراجع القطاع الخاص وتراجع التجارة. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك أستاذ عمر. يعني 15 سنة والدمار يعم العراق، 15 سنة واللي يجوا خلف الدبابة الأمريكية ينهبون بخيرات العراق. نعم، 15 سنة انطلقت بيها أكثر من 200 محطة إذاعية وقناة تلفزيونية أرضية وفضائية. نعم، والكل تحكي قال الله وقال الرسول وقال الأئمة، والعراق أفسد بلد بالعالم. نعم، لي وين ينتظر الشعب؟ أنت وأولادك يا ابن الوطن عاطلين عن العمل، وقسم منكم يطلعون من الفجر يجمعون قوات فارغة حتى تحصلوا على مبلغ بسيط تعيشون به، وأولادكم يحملون شهادات عليا، وأبناء المسؤولين بدون أي شهادة مستلمين على المناصب بالدولة، شابات عراقيات أستاذ عمر والكل يعرف بيها تخرجن ويدورن على وظيفة، وعمار الحكيم وزمر التلفاز يساوموهن على شرفهن حتى يعينوهن، ومن ترجع وتخبر أهلها يسكت ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي اللي يقدر عليه. يعني انتو تلعنون وتشتمون بمواقع التواصل الاجتماعي وهم ما مهتمين بكل اللي تقولوا. محافظ البصرة يطلعوا بكل صلافة يقول اني باقي محافظ للبصرة رغما عنكم. نعم، ويعتدي على المتظاهرين اللي يطلعون يطالبون بحقهم، وبقية المحافظات تتفرج وساكتة، والسستاني ومرجعيته الفاسدة الفاسقة يسمعون ويشوفون وساكتين، والأكثر من هذا يأيدوهم ومستولين على فلوسكم اللي أنتوا تتبرعون بها للمراقد وأنتوا تنتظرون فتوى. الشعب الفرنسي أستاذ عمر كل شيء متوفر له، دولة عظمى وموفرة لشعبها كل ما يحتاجه من مي وكهرباء وعمل وجسور رعاية صحية وغيرها وغيرها، ومن رفعت الحكومة الفرنسية أسعار الوقود انتفض الشعب. نعم، وشفنا وشافوا اللي صار واللي دا يصير في فرنسا. يعني أنا قبل يومين شفت مقطع فيديو جندي عراقي يعتدي على مواطن بالضرب والشتائم ويسحب عليه سكينة، والبقية يتفرجون ويتوسون بالجندي أني تركي. نعم، وجندي فرنسي يخاطب الرئيس الفرنسي ماكرون يقول له أنا خجل من نفسي كوني أطبق أوامركم بقمع المتظاهر اللي طالب بحقوقي. لاحظ أستاذ عمر، خليه يسمع. نعم، الشعب العراقي والمسؤول والمحافظ والجندي والشرطي والميليشياوي كلها تأتدي وتعتقل وتعذب وتقتل بالمتظاهرين والكل ساكت.
ولان ماكو اي نتيجه ترجع من هاي الزمره المجرمه اللي انتهكت كل شيء بالعراق ونهبت كل خيرات البلد وحولت اكثر خيرات البلد الاسياد هم الايرانيين. وطبعا اخر شيء سمعنا بانه الحكومه قامت او تريد تقوم بتخصيص تقاعد للعمال المصريين اللي كانوا يعملون بالعراق. شوف تلاحظ حضرتك وخلي لاحظ الشعب العراقي شلون تاركين شعبهم بأسوأ حال وشوف هم شلون دا يتصرفون. يعني نقول أستاذ عمر يعني هو هذا الموضوع موضوع التقاعد اللي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعني تناقلته بعض وسائل الإعلام، إرسال وفد من بغداد إلى القاهرة لاحتساب رواتب تقاعدية للموظفين المصريين الذين خدموا في دوائر الدولة يعني في السبعينات والثمانينات. زين هو السؤال أبو أنت مثل ما تفضلت يعني هو الشعب جوعان ونسب البطالة دا تتعدى وتتجاوز 50%. زين احنا عندنا نقطتين، النقطة الأولى قانون التقاعد في العراق واضح، اللي عنده 25 سنة وربما أقل أو أكثر يصححوا للمشاهدين اللي عندهم خبرة في هذا الموضوع، 25 سنة حتى يحتسب راتب تقاعدي. هل معقولة ذولا كلهم قضوا في العراق 25 سنة؟ هذا هاي مسألة. المسألة الثانية، أنت قبل فترة قطعوا رواتب تقاعدية لآلاف الموظفين العراقيين اللي كان يخدمون الدولة العراقية مو يخدمون شخص أو رئيس، بتهمة والله ذولا بعثية. زين تناقض عجيب، يعني يقصى ابن البلد واللي خدم العراق 50 سنة أكو بيهم وأربعين سنة وبعدين يقولوا يلا روح ما لك شيء أنت، ويحتسب هسه على عيننا وعلى رأسنا أخوتنا المصريين. بس معقولة يعني وصلنا يعني خير العراق كل البرة بين الأمر حتى يكتسب دعم الحكومة اللي موجودة الحكومات المتعاقبة حتى تكسب دعم من المصريين او من الحكومه المصريه او من الحكومات الاخرى. هذا 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 اللي ما الى اي تفسير، فقط هذا. استاذ عمر يعني مع احتراماتنا مثل ما قلت حضرتك لكل اخواننا المصريين، الشعب العراقي اولى. يعني انا لما اجي اخدم البلد مالي 25 او 30، انا واحد من الناس اللي طلعت تقاعد وعندي خدمه عدا اضافه الخدمه العسكريه عندي 31 سنه ونص وطلعت براتب 450 ألف بالشهر. ايش قال عنده خدمه؟ ايش قال عنده خدمه؟ عندي 31 سنه ونص خدمه فعليه بالدائره عدا الخدمه العسكريه 12 سنه ونص. نعم. وطلعت بهذا المبلغ البسيط 400 يعني 43 سنه. 43 سنه استاذ عمر وطلعت ب 450 ألف دينار بالشهر. نعم. واخر استلام يعني حوالي 370 دولار او 375 دولار. رحم الله والديك. واخر استلام للراتب استلمته منا من تركيا استقطعوا من عندي بحدود 40 ألف دينار دعما للحشد الشعبي. ايه. لاحظ استاذ عمر. يعني هم في كلام ابو ناصر يعني قبل يومين هناك حديث انه الحكومه تفكر استقطاع مره اخرى من رواتب الموظفين. يعني والله موضوع يشبع القهر. يعني ليش ما يستقطعون من رواتب الرفحاويين اللي دا ياخذون بالمليارات استاذ عمر؟ نعم. ليش يطلع الهنداوي قبل يومين ويصرح يقول انا متبني قضيه الرفحاويين وخلي الشعب يتوب من هاي السوالف؟ نعم لا طلعه وهدده وقالوا انه احنا راح نرفع السلاح. شفتهم يمكن طلعوا وشفناهم وقالوا راح نرفع السلاح وهاي استحقاقنا واحنا جاهدنا لانه احنا اللي اسقطنا صدام حسين. هو انتم تسقطوا صدام, صدام حسين يا حسالي، انتم اللي اسقطتوا صدام حسين. انت لو ما الدول اللي تحالفتوا وياها واللي حرقتوها على شعبكم وعلى بلدكم اكثر من 30 دوله، من يقدر يسقط صدام حسين؟ انتم هاي الوجوه السالحه تقدرون تسقطون صدام حسين؟ لكن نعم. شو نقول؟ نقول مع الاسف والله هاي الزمره موجوده على راس الشعب العراقي. نطالب نعم بتدويل القضيه العراقيه استاذ عمر. يجب ان تتدخل الامم المتحده ومجلس الامن الدولي لوضع حد لهذا الاستهتار مال هاي الطغمه، وما يكفي بس تصريحات منظمات حقوق الانسان بين فتره وفتره تطلع عندنا بتصريحات عن انتهاك حقوق الشعب وامتلاء السجون، كافي العراق انتهى، شنو اللي استفاد الشعب من كل هاي الاستطلاعات اللي نسمع بيها من المنظمات الدوليه؟ شعب مهجر ونازح ومدمر والبطاله وصلت الى اكثر من 35% والصحه معدومه والاعراض منتهكه.
أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. أشكرك أبو ناصر من تركيا. معنا اتصال محمد من بغداد. تفضل محمد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. سأضطر. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ انقطع الاتصال مع محمد. يبدو أن الاتصال انقطع. نعم. طبعا هو على الموضوع احنا شفناهم قبل كم يوم طلعوا مظاهرات الرفحاويين وهددوا برفع السلاح عليهم من يرفعون السلاح على الحكومة مهيئته على أساس الحكومة مالتكم لو ترفعها على الشعب. وطلع أكثر من واحد بيقول لك والله احنا اللي أسقطنا صدام حسين يعني بكل صلافة يقول لك الشعب العراقي كان خايف ما يقدر يتكلم بس احنا اللي سقطنا صدام حسين. عليهم من تضحكون انتوا شو تقاعدين لفتكم السعودية طلعتوا انهزمتوا أيام الغوغاء يوم ما خربتوا دوائر الدولة وقتلتوا طلعتوا قعدتوا بالسعودية بعدين قمتوا تحجون على السعودية ظليتوا هناك وإجا اليوان واللي طلع لأستراليا واللي طلع لكندا واللي طلع لأمريكا وعشتوا هناك ما مر عليكم لا حصار ولا ضيم ولا خوف مثل ما تقولون. واليوم يقولك والله احنا سقطنا صدام حسين. أمريكا سقطت صدام حسين مو أنتوا، مو أنتوا اللي سقطوا صدام حسين. نعم أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك ويرحمك الله من كل قلب أقول لك. الله يسلمك الله يخليك. أخوي العزيز عمار اللي بيحكم العراق هسه مو عراقيين يعني نعم. عجم. يعني هاي التقنية طبعا نذكر أمريكا على الديمقراطية جابتها وعلى الرفاهية للعراقيين والخير جابتها والعز والكرامة. احنا نذكر الولايات المتحدة الأمريكية يعني إيران طول عامة هي جزء من المشكلة هاي كلها. شلون جابة جابت الفقر والظلام والعوز والدمار للشعب. يعني يا شيعة العراق أنا أقولها يا أخوان اللي عشتوا ويانا صار سنين شفتوا البارحة هذا مجدي لما يقرون الفاتحة على الشهداء شلون طلع هم ذولا أعداءكم. فأنتوا يا أخوان يعني لما أكثرهم ولاهم الإيران يعني شنو إيران هاي شنو إيران يعني الفاتحة استن بإخلاص شهداء العراق هم يشرفوه ويشرفون إيران. يعني هذا البارحة الليل كله أتعلم شنو هذا الخنزير وبقى بلدنا وما يعني عيد الصلافة يقوم. يعني ماكو احترام للعراقي وعدوة عدوة العراق هي إيران الأولى بعد أمريكا. يعني يد أمريكا بالعراق وبالعالم. فشلون ما يسوون البطالة والجوع والحرمان والفساد بين يوم ويوم. تعال روح المدينة الطيب إذا ملقت بين يوم ويوم اثنين ثلاثة أربعة يموتون بين عوز ما عنده فلوس دوا يعني غير وزارة الصحة تقدوه للمريض لا اشتري من برا. يا أخوان اتقوا الله بنفسكم وبلدكم. نعم ترى دولة كفرة 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 يعني دولة كل سياسي شيعة وسنة صفر ما دام ولا إيران. أنا أعرف ولائي للعراق اللي عادي تربيت بيه وانولدت بيه. شنو أنا أخلي ولائي لدولة السفلة. يا أخوان اتعظوا. هاي ترى مو بس ترى مو كافية البصرة بأن تطلع مظاهرة. يعني هاي البصرة تصار بأن فكت الشياطين صيروا ساندوم المحافظات الباقية. ليش مو أخوانكم دولة أسان ما فرق بين شيعة أو سني أو كردي أو مسيحي احنا كلنا عبيد الله. بس يا أخوان ترى يعني بحد يعني محافظة بحد ما يقدر يسوي شيء 50,000 جايبينهم يقمعوهم. نعم شوفوا إيران اللي ترضون عليها. شوفوا سوت بيكم الفاتحة قراءة الفاتحة تصغروها بيكم. نعم يا أخوان اتحدوا ترى الجاي أصعب وأظلم. الله يعيني. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا بما أنه إحنا نتحدث اليوم عن إحصائيات في إحصائية جديدة للجنة التربية في مجلس محافظة بغداد في العاصمة قالت هذه اللجنة بأن نسبة الأمية في العاصمة بلغت 50%.
وصلت نسبة الأمية في بغداد 50%. بغداد توصل بها الأمية 50%. المحافظات الباقية ايش قد لعاد؟ طبعا بالتقرير يقول لك تراوحت بين يعني النسبة للأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وبين 40 سنة. أوضحت عضو اللجنة نسرين هادي بأن نسبة الأمية ارتفعت بشكل مخيف بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الرقابة وفشل النظام التعليمي، وأكدت بأن غالبية الأميين هم من الأيتام ممن تركوا مقاعد الدراسة أو من ذوي الدخل المحدود الذين اضطروا للعمل لإعانة عائلاتهم. عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب قصي الياسري قال بأن نسبة الأمية تتفاقم في البلاد رغم كل الحديث السابق عن أهمية محو الأمية. لفت إلى أن جميع المراكز التي من المفترض أن تنشأ لهذا الغرض غير موجودة حتى الآن. هاي بركات الديمقراطية الأمريكية وبركات الحكومات الإسلامية اللي جتنا وحكمة العراق بدعم من إيران، حزب الدعوة والحزب الإسلامي والمجلس الأعلى والأحزاب الأخرى. بغداد أم العلم والناس المثقفة توصل نسبة البطالة 50%. يعني واحد شي يحكي بعد شي يقول؟ والله إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. محمد من بغداد، تفضل محمد. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك استاذ عمر. نعم استاذ عمر، امبارح بدي اقرا احصائيه عن معدل متوسط راتب الافراد في قطر. يقول متوسط راتب الفرد في قطر يتراوح بين 50 إلى 80 ألف دولار بالسنه. نعم. وفي الوظائف العليا يصل الى 120 ألف دولار. فانا هنا بالعراق يقول قطر تدعم الارهاب، فانا شو اقول بلكي هم يدعمون الارهاب، عسى ولعل يصير حظهم حظ قطر. يعني النفط الموجود بالعراق تقبلنا استاذ عمر وانت سيد العارفين يعادل الغاز مال قطر والنفط الموجود فيها اضعاف مضاعفه. يعني ذاك اليوم محلل امريكي يقول لا تعلن عن لا يتم الاعلان عن الارقام الصريحه لكميه النفط في العراق، هم يقولون 200 مليار برميل، هي بالحقيقه 400 مليار برميل. 400 مليار برميل احتياط العالم، ثاني اكبر دوله بالعالم بعد السعوديه بالانتاج، وبامكانهم الان يرفعون انتاج النفط الى 6 او 7 ملايين برميل باليوم، بس البنى التحتيه السيئه للمنشات النفطيه لا تستطيع ان تجابها الطلب. فيا استاذ الله يرضى عليك استاذ عمر. نعم. هم غايتهم شنو؟ غايتهم الشعب كله يصير حرس الشرطه، مثل ما اخونا المتصل قبل شويه قال لك ابني بطال وعطال وقدمنا فايلات على الشرطه وعلى هذه وما قبل. الرجل ما خلينا مكان ما قدمنا عليه. نعم رحم الله والديك، يردون الشعب يكون كله جندي خادم تحتهم يقاتل يموت من اجلهم، وهذا اللي وقعوا به اهل الجنوب للاسف. يعني ناس بسطاء وناس مغفلين وقعوا بهذا الفخ. زين يعني انت تحكي عن الاستاذ العزيز استقبل الله العظيم الان الجريمه جاي تكثر في بغداد. الناس يعني تروح قامت تتفنن بالحيله وبالسرقه، ليش؟ لان ما عنده وارد، فقام يتفنن الحاجه ام الاختراع، قام يتفنن شلون يجيب المال من جيبك، لان الناس كلها عطاله بطاله. وانت اذا تحكي على حضرتك تحكي على 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 مستوى الاميه. نعم بالله استاذ، هذه مو للطرفه، انا راح اقول لك اياها وراح اختم اتصالي. مو للطرفه، سولف لي استاذ بكليه التربيه بجامعه بغداد. نعم. قال طالب في الصف الاول قلنا له اعرف كلمه بعض، قال اعرف كلمه بعض، قال الباء حرف جر وعض اسم مجرور. تقبلها يا استاذ، تقبلها العظيم، هذا مو للطرفه، هذه حقيقيه يعني. نعم هذا شنو هذا؟ طالب لو شنو؟ هذا قسم اللغه العربيه، طالب اول قسم اللغه العربيه، يعرب الباء بعض حرف جر، الباء حرف جر والعض وعض اسم مجرور. طالب يعني كليه لغه عربيه محمد؟ كلية تربية قسم اللغة العربية قبل هاي يعرف لي هاي الكلمة، يعرف لي هاي الكلمة بالطريقة هذه. وين بقى علم العراق؟ زين ورا حرف الجر العراق عض لهم عض والله. نعم لا حول ولا قوة، كارثة أستاذ والله العظيم. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وصدق رسول الله لا تقوم الساعة لا يكون زعيم قومي أرذله. وصلى الله على سيدنا محمد، جزاك الله خير. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هي لحضرتك والى كل عراقي شريف والى قناتكم الشريفه. اهلا وسهلا. يعني هسه نهني اهل دياله، البارحه وضعوا نصب تذكاري لتمثال خمئني وخميني في كل شوارع دياله، وكل نصب حوالي 100 مليون دينار. نعم. مع العلم انه هاي ال 100 مليون لكل نصب، والعراقي ميت من الجوع يطلب 1000 دينار ما عنده لا خدمات لا مستشفيات لا دواء، فقر. استاذ اسمح لي، انه احنا الشغله اللي بنعانيها من الحكومه هو تقريبا ثلاث ارباع، اذا تريد الحقيقه، انه احنا صاحبين الصوت، لان احنا دمرنا بلدنا بايدينا. اول شيء، اول ما جت الحكومه قضت على كل شيء قدوه بالبلد، كل شيء قدوه بالبلد، هدمت الاسر، هدمت التعليم، واهم شيء هو التعليم. حتى الام اللي صاحبه الاسره ما عندها اي معلومات ثقافيه اللي تربي بها اولادها، مع الاعتبار للشرفاء. زين، فلهذا اذا يريد واحد يسقط دوله هو يسقطها من هاي النواحي، التعليم والقدوه والاسره. فهذا يراد لنا احنا تثقيف، احنا على الاسلام المسلمين الدعاة، انه تثقيف الرجوع الى الدين الى الثقافه حتى اقدر ابني اسر قويه. نعم. اشيل هاي يعني اوعي العقول العراقيه اللي اصبحت لسه اكثر الناس ترى ما تمشي في حياتها، خاصه مع الاعتذار للموظفين السيدين، الا رشوه. يعني البارحه وحده بمدينه الطب طلبت من الموظفات من احد المرضى، قالت لها جيبي لي قلاده ذهب. نعم. يلا اسوي لك الشغله. يعني شوف وين وصلنا الى هاي المرحله. نعم. يعني احنا كم مثقال تريدها هاي القلاده الذهب؟ هاي وين وصلنا؟ نعم. احنا ما قالت لها كم مثقال اريدها؟ لا والله، قالت لها اي والله ما يخالف اجيبك تسوي لي الشغله، يعني انا اريدها يعني لان محتاجتها وعندي مريض. زين. نعم. فاستاذ يعني هاي الحكومه من جدي ما بنت حراس للدوله، لا حرس ولا جيش. نعم. ولا شرطه، واكثر الانفجارات اللي دخلت الى بغداد والى العراق كلها عن طريق الرشاوي تدخل، وكان يستلموها المتنفذين اللي واقفين على السيطرات. هم احنا يعني هدمنا يعني بلدنا. هسه استاذ هسه حصير راس السنه، والله العظيم الى الان انا اعرف شباب، يعني شوف الشاب حتى مري بعد ما له علاقه بالوطن. نعم. يتصلون بين اصدقائهم شو وقت يصير راس السنه، او وين راح نقضي ليله راس السنه. نعم. شوف العقليه مالتنا احنا وين وصلنا. نعم. يعني صدام حسين ما قدر لنا، لو يجينا هذول راح يقدر على الشعب العراقي. صاحبنا رجال وتجنيد اجباري وعسكريه، كنا من الدول المتقدمه عسكريا، لكن احنا يعني نجحنا بهاي الامور اللي اثقلت كاهل الدوله وسقطتها. اكو ضابط عراقي استاذ عنده خدمه 57 سنه، ما انطوى راتب باعتبار هذا من النظام السابق. نعم. راح للتقاعد، شافه واحد قال له تعال انا اسوي لك اياه، انطاه مكافاه 8، قال له هاي الثمانيه 5 الي. نعم. والثلاثه هاي مال التقاعدات انت ما دافعها. يعني في زمن صدام كانت الضابط ما يدفع او الموظف ما يدفع تقاعد. نعم. سنويا من الراتب مالته، كل كذب في سبيل الاستحواذ على ثروات البلاد. وحتى خلوا الناس يعني شو يسوون، يعني ما صاروا يعني عندنا رعب، عندنا خوف. أنا يعني أشكرك، أشكرك أم عبد الله من بغداد كانت معنا. معنا اتصال حسين من واسط، تفضل حسين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخي؟ حياك الله يا أهلا بك. حبيت أشارك، يعني البارحة مشاركت في البرنامج. أهلا وسهلا. تعليق على التعليم. نعم.
التعليم في السنوات القادمه راح يصير 50% دوام وال50 ما حيداوم. نعم. ليش؟ لان فاطمه مدارس كلها اهليه. نعم. نعم كلها اهليه وزين الطالب مني جاي يسمع انه الخريج ما له تعيين في اي اسم الدوام. زين. نعم. شلون راح يداوم؟ شلون راح يداوم هذا المأيس؟ شلون راح يداوم الفقير اللي ما يقدر؟ احنا في الكويت مدارسنا بكثره اهليه. نعم. بكثره اهليه يعني حكوميه قليله درجه قليله كلش قليله. كل حكومي. العفو كل اهلي. زين. اما الان كان قبل شوي استفع صدام حسين، صدام حسين كان له دور وانتهى الدور ولازم نصير احنا افضل من عنده. بالفعل. لازم نصير افضل من عنده. بس مع الاسف الحكومه ما انتهت في المجال لاي شاب او لاي شهاده. زين. نعم. اما التعيينات، التعيينات عندنا هو صار خريجين. هواي كلش هواي خريجين. اصلا انا اقول لك عدي عندنا احنا بالكويت بالمركز مال الشرطه عندنا واحد عنده شهاده ماجستير يداوم شرطي. ماجستير يداوم شرطي. اي والله العظيم. نعم. زين وانا عندي جيران بصفي جيراني. نعم. اتخدمه 30 سنه بالجيش. تقاعد قدم تقاعد قال ما لك تقاعد عندنا، عنده كتاب خدمه هو. وما انطوا تقاعد. قالوا تريد تقاعد بتعطينا مثلا 3 ملايين 4 نشتيك المعهد نعطيك تقاعد هاي والله. نعم. والله شهر يروح ويرجع بغداد، يروح ويرجع بغداد. نعم. يروح ويرجع ماكو اي نتيجه. زين فنص المجتمع جاي ايدش، جاي هاجر. نعم. جاي هاجر من البلد، ماكو اي تعيين، ماكو شغل، ماكو ثقافه، ماكو مثل امان، ماكو اي شيء. كل هذا انسحب من البلد. نعم. كل هذا انسحب من البلد. زين. لا حول ولا قوة الا بالله. أني أشكرك حسين، أشكرك حسين من وسط كلام معنا. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بيك، أهلا أبو عبد الله. أشكرك أخي أبو عمر. أنا أمس مداخلتي أيضا تكلمت عن همام حمودي اللي أظن شفته صورة وصوت قناتكم الموقرة، نقل المقطع الفيديو اللي يقول دائما الحرية اللي أنتم فيها يحسدوكم. نعم. كثير من الدول الجوار يعني. نعم. شوف أخي، هل أريد نعرف يا أخي عمر هذا اللي حرية أو اللي يحسدون دول الجوار، هل يعني سووا مجاري؟ لما هل الحرية إنه لما يصير شوية أمطار يعني ناس يستخدم بلم، يستخدم أبلام حتى يتحرك داخل شوارع بغداد أو شوارع العراق؟ قل لي ايش سووا من هالحريه اللي احنا فيه؟ هل الحريه انه يقتل حتى الاسماك؟ الاسماك ما حتى السمك ما نجا منهم، الثروه السمكيه. هل الحريه مثل ما يعني اي حريه؟ هم بس اظن يقصد حريه فقط لطميات على مدار السنه، اطم على راسك وادفع الخمس للمرجعيه، هذا الحريه اتكلم فيها. نعم. يعني اخي عمر هشام دماري في احد ايضا فيديو له شريط يعني يقول واحد مسؤول أخذ سرق 6.5 مليار دولار. بالله عليك يا عمر أخي، هذا 6.5 مليار دولار هذا كل أيتام العراق، كل يعني ممكن إذا يستخدم للشعب العراقي، تعرف إيش سوي هذا 6 مليار دولار؟ نعم. يعني إيش سووا يعني بالنسبة تعليم؟ يعني تخلف وخلوا الناس، طبعا المرأة العراقية المسكينة اللي قتل زوجها وأخوها أو العوائل الأسر اللي فقدت، كيف يعني راح يربي الأجيال؟ كيف راح يستطيع؟ هم من جهة يجيب الميليشيات يعني يقتلون يستهدفون العراقيين واللي جاي من إيران الصفويين، فكيف يعني الأسرة راح يعني الأسرة يحتاج أول شيء أمان استقرار حتى يعني يستقر. وبعدين الغزو الأمريكي لما جاءوا مع الصفويين كانوا يستهدفون العلماء العراقيين، كان هناك 5000 عالم عراقي يعني يستهدفون قتل العلماء، فيضطر الناس الهجرة، فيضطر الناس أن لا يعني هكذا خلوا الشعب العراقي في جهل وتخلق وفقر، هذا المصيبة. نعم. يا أخي عمر. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. خلونا نقرأ رسالة الواتساب يقول فيها السلام عليكم يا أخي، لا شغل لا عمل عندي، وين ما تروح واسطات شو نسوي؟ الحمد لله رب العالمين. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر، بالنسبة لوضع العراق ووضع الشعب في ظل الحكومات المتعاقبة على حكمه، تعيش
بعضها وضع الفقر والجوع والواقع المؤلم المرير. يجب أن يكون العام القادم عام انتشال العراق من هذا الواقع المؤلم وعام الخلاص من هذه الأحزاب العميلة لإيران ومن في صفهم. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو ياسر من تركيا. تفضل أبو ياسر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا بك. موضوع مالك هو يخص إحصائية وزارة التخطيط بالنسبة للفقر بالعراق. يعني هي حتى لو تصدق وزارة التخطيط ما حد ما يصدق حتى لو صدق، لأنه تعرف كل عملية تزويد ويجي واحد يكتب فيها. تجد إنه نسبة الفقر أنا أتحدى ما يوصل رقم 31. إنه حاليا أنت في تركيا وأنا في تركيا. إنه الشراء العقار في تركيا بالمرتبة الأولى شهر العاشر هو العراق. فالبلد اللي فيه فقر 30% 50% يقدرون يشترون هذه العقارات في تركيا. إيش قد يعني يشترون؟ نعم. يعني تقصد من عامة الشعب لو من المسؤولين؟ لا أنا من عامة الشعب. أنا ما زين ماشي. إيش قد اشتروا مثلاً بتركيا؟ اشتروا مليون عقار؟ أحكي لك. أنت تعرف. الإحصائية التركية تقول خلال 7 أشهر وراح أفيدك أني خلال 7 أشهر تم شراء 574 عقار بالنسبة من العراقيين. 574 على أي شهر؟ كيف؟ على أي شهر؟ على شنو؟ على أي شهر؟ 9، 8، 7 لا من الأول إلى شهر 7 500 وشوية عقار. ماشي 1000 عقار أجي وياك. 1000 عقار 2000 عقار يعني أنت 35 مليون 35. بس اسمح لي يعني ليش هو العراقي بس عايش على الوظيفة؟ هم ناس أكو تجار وأكو ناس عايشين هم عندهم ورث من أبو جيد، لكن إحنا نحكي بالوضع الحالي. ترى معلومة وزارة التخطيط من تقول 31%. نعم تفضل. أنت الوقت ما ضنا معنا. تفضل. أنا فقط للشهر العاشر أحكي. نعم. السنة الشهر العاشر 1600 عقار. تمام. أنا من ناحية الفقر مو أقول لك البلد ما بيفقر. زين اللي يبيع بيته ماشي ماشي. أنا وضح لك الفكرة. اللي يبيع بيته ويجي يشتري باع بيته وإجى اشترى حتى انهزم من الوضع. يعني أنت تتوقع أنه هاي مسألة جيدة أنه العراقي يشتري عقار برا أنه هاي البلد بفلوس مثلا؟ لا لا هو أساسا طبعا بفلوس، لأنه نعم. لو ما بفلوس كان ماكو شرعية إيه بفلوس بفلوس للسياسي بفلوس للحزبي بفلوس للوزير مو بفلوس للخريج اللي ما عنده تعيين. ما يخالف ما للسياسيين ما للوزراء ما للمسؤولين ما للأحزاب. هذا أنا وياك. خير العراق خير أكبر من المسؤولين من الوزارات. يعني اللي باع عقارة في بغداد نعم في العراق لو ماك واحد متمكن كان هذا ميت. والله مو كلها أبو ياسر مو كلها أبو ياسر مو إحنا همدا نشوف وعدنا أصدقاء وعدنا أقرباء. يعني أنت طلعت كل العراقيين أغنياء. لا هنا لا هنا أتعرض وياك. دعت شنو؟ كل العراقيين أغنياء. دعت شنو؟ أقول لك الإحصائية ما وزارة التخطيط. نعم هو أوكي اشتروا 1000 اشتروا 2000 عقار أي واحد باع بيته وإجا هنا ليش؟ منظام هناك ماكو لا كهرباء ولا مي ولا خدمات ولا إلى آخره. أمان ماكو خدمات ماكو. نعم أمان. أما تقول لي خير ماكو؟ لا البلد لا ما قلنا لك إحنا خير ماكو. ده نقول لك خير العراق مبيوق. ده نقول لك خير العراق مسروق. هذا اللي ده نقول. ده نقول خير العراق ده يزول برا مو للشعب. سعد عمر نعم. منهوب مبيوق غير موضوع. إيه؟ من تقول فخر غير موضوع. قال بتقول لي فقر انا هنا اوقف وياك. لا الفقر لا لا موجود فقر. لا لا موجود فقر. انت لا تنظر الى نفسك والى اصدقائك والى الذي تشوفهم. الفقر موجود. الفقر موجود باحصائيات تابعه للحكومه وزاره التخطيط. الفقر موجود باحصائيات الامم المتحده. وقبل كل هذا احنا بدنا نشوفه. احنا بدنا نشوفه. يعني انت اللي وارث له بيت من ابوه وقاعد بيه وما عنده وظيفه ويحصل باليوم 10,000 أو 15,000 دينار عماله، يعني هذا مو فقير؟ يعني أنت بس شفت
بس شفت اللي اشتروا عقار في تركيا شقد يعني؟ اخي انت وين بدك تحكي انت؟ انا اشكرك ابو ياسر، انتهى وقت البرنامج، شكرا جزيلا ابو ياسر كان معنا من تركيا. يعني ارجو انه احنا نكون واقعين بالطرح، 35 مليون واحنا ما انولدنا حتى من جت هاي الحكومه حتى نقول مثلا صارت عند العراقيين فلوس، اكو ناس عندها فلوس طبعا. 35 مليون هم لو 3 ملايين ونص اثرياء بالعراق نسبه قليله، يعني لم يشكلوا 10%. 10 مليون هم نجي 10 مليون، وهذا العدد ما موجود. قياسات الانسان الغني في القياسات الدوليه مو مثل القياسات اللي تشوفها انت عبالك انه اشترى عقار ب 40,000 او 50,000 في تركيا تظن انه هذا ثري، هذا لم يصل الى حاله الثراء. متوسط الدخل هذا اللي الدول تقاس عليه، متوسط الدخل انت ايش قد يدخل لك بالسنه في متوسط الدخل؟ مثلا اكو دول في متوسط الدخل مالتها 25,000 دولار بالسنه، هذا يعتبر يعني عايش متوسط فقط. اما حاله الفقر اللي ما يحصل دولار باليوم، هاي النسبه اللي تتحدث عنها وزاره التخطيط، اقل من دولار باليوم. اما التقارير الدوليه تؤكد بان نسبه الفقر في العراق تصل الى 50%. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.